السلام عليكم، معكم يونس 25 عام من نواحي خميس معمرة. يعني كما كتشوفوا عندي هذا المشكل ديال الوجه، يعني وقع لي انا في الصغر ديالي، يعني ملي كانت عندي ديك 4 سنين 3 سنين، يعني ضربة عادية، يعني وقع لي يعني مشكل، يعني مشكل بسيط في الدار، يعني ضربت عادي، يعني وقع لي واحد المشكل، يعني دار لي الدم تحت من العين، وهذه يعني ما لقوش مني، مشيت للسبيطار ما لقوش كيفاش انهم يخرجوا داك الدم من غير انهم يديروا لي واحد الليزر، يعني باش لان داك الدم حدا لي الميكروب، يعني الميكروب يلا بدا يتكون لي ديك الساعه، يعني ما لقوش كيفاش انه يخرجوا يعني من غير انه يديروا لي داك الليزر، يعني داك الليزر هو اللي اثر لي على الجهه ديال وجهي، ويعني ومع الحصص بزاف من الحصص اللي كندير، وهذه يعني وقع مع المده وقع لي المشكل، يعني راه ضروري انك من غيكون عندك واحد المشكل، يعني غيوقع لك واحد المشكل صحي، يعني راه ضروري انك غادي تعاني بزاف الحوايج، يعني في يعني لا من الناس اللي قرابين ليك، يعني ولو المجتمع ولا المهم فيما مشيت ضروري غتلقى المشاكل، يعني وبالخصوص انا عندك مشكل في الوجه ديالك، يعني المهم الحمد لله على كل حال، يعني الله انه ما كيعطيك شي حاجه الا وانه عارف علاش عطاها لك، الانسان يرضى بالقدر الله ويحمد الله يعني على كل حال، يعني راه ما عندي بلاد ميدي، المهم انا ما عندي مع حتى شي مشكل، يعني انا ما عندي حتى شي مشكل مع المشكل ديال الوجه ديالي، يعني ولكن انا غير يعني لقيت مشكل غير في الخدمه، يعني كنت دفعت السي في ديالك ان ما كيقول لك تسنى فهمتي، هو يعني وما غاديش يقول لك لا خويا ما غاديش يمكن لي نخدمك ولا شي حاجه، ولكن لا راه غيقول لك ان شاء الله يكون خير، هادي كيشد مع عندك السي في وكيحطو يعني صافي، ما اكيد انه ما غاديش يعيط لك، يعني راه يقول لك انا نخدم معايا واحد يعني عنده مشكل يقدر يدير لي شي مشكل في الخدمه مع الناس، وهذه العائله يعني حتى العائله يعني ما لقيتش منهم واحد الدعم يعني واحد يدير المساعده، يعني فهمتي يعني كما كيشوفوك كيخلوك، يعني فهمتي يعني انت كتجي عادي، ويعني ميت ولكن انت راك تعاني بزاف د الحوايج، يعني لا في الشارع ولا في حتى في الدراسه ديالي، يعني حتى الدراسه ديالي ما كتبش لي انني نكمل القرايه ديالي، يعني بسبب المشكل، يعني كله باش كيعايرك، يعني كله يلح لك كلمه يقول لك هل ميت، المهم راه كلشي باين وراك تلقى مشاكل، فما مشيتي ضروري كتلقى مشاكل، يعني حتى ديك النظره اللي كيشوفوك انك كيلقاو عندك واحد المشكل يعني مهما كيشوف لك في وجهك، يعني راه ديك النظره يعني اللي كتقتل، يعني غير مهما كيشوفك يعني كيشوفك واحد النظره ناقصه بزاف، ضروري غيضرك، يعني غيبقى فيك الحال وصافي، ضروري كان انني باغي ندير التجميل لوجهي، حتى انا باغي نشوف الوجه ديالي يعني كي الجهه الاخرى، يعني باغي نشوف وجهي كامل، وكنطلب من الدكتور حسن تاد انه كنتمنى انه يشوف من جهتي ويوقف معايا وندير حتى انا التجميل الوجه ونقادو، يعني هذا ما كان